الإمام سلمان العرب مرتكيلة والعزوة آل سعود زاكين الأنساب. حقق الحضور بجزالة اللفظ وسليم القول وصرامة اللسان. هذا كرسيك وملكك وذا تاجك وذا مركاك على ما دلك المولى وسوى اللي تسوي به. مع الشاعر المقدم مشعل بن مهماس الحاج. بعد ما تقول قصيدة في حضرة مولاي خادم الحرمين سمو ولي العهد ما عاد لك نفس أصلاً تقول قصيدة ثانية. خلاص الولا فينا قبل سن الفطام للملوك ابن الملوك الفاتحين والمحبة ما تباع ولا تسام حاجة من عند رب العالمين. إذا قيل بأنك أنت خليفة هذا الرجل هذه المسألة صعبة عليك يا أبو سلطان؟ بالمختصر الجمعة الواحدة بتوقيت السعودية على MBC1.